رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا اكرم الاكرمين ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسالك علم الخائفين منك واخوف العالمين بك وبعد مرحبا بكم في حلقه تاسعه حلقه جديده في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. ومرة جديدة يا أيها الإخوة، نحن اليوم بحاجة إلى تأجيل لأبنائنا وبناتنا للزواج. أنت إذا أردت أن تقود مركبة سيارة في طرق من الطرقات العامة، ينبغي عليك أن تحصل على شهادة، أن تتأهل لقيادة هذه السيارة. إذا أردت أن تقود حاسبا آليا، أنت تخضع لدورة تأهيلية. يا سيدي الآن إذا أردت أن تركل كرة باتت هناك دورات تعلمك كيف تركل الكرة. إذا أردت أن تسبح هناك دورات تعلمك السباحة. طيب الزواج يا أيها الأخوة، ألا يحتاج إلى تأهيل؟ ألا يحتاج إلى تعليم قبل أن يمضي أبناؤنا وبناتنا باتجاه الزواج؟ بلى. قبل أشهر وفي الساعة الثالثة ظهراً وبينما كنت عائدا إلى داري رن جهاز المحمول عندي جهاز المحمول رن فأجبت وإذا هو بشاب يقول أنت فلان قلت نعم قال يا أستاذ أريد أن أستشيرك في موضوع مهم جدا قلت له أنا أقود السيارة الآن إذا سمحت اتصل بي بعد عشر دقائق أكون وصلت إلى داري قال لا لا أنا مضطر ومستعجل ولا بد الآن أن يحدث الأمر قلت ما عنوان المسألة قال طلاق قلت طلاق ماذا قال أريد أن أطلق زوجتي عفوا أغلقت في وجهه بعد أن قلت إذا اتصل بعد عشر دقائق تخيلوا أن رجلا يريد أن يطلق زوجته ولا يصبر عشر دقائق لما وصلت إلى داري عاد الهاتف ليرن رددت عليه، قلت له كم عمرك؟ قال: 22 سنة، قدرت أن زوجته لها من العمر 16 سنة أو 17 سنة على الأكثر، قلت له: هل أنت متزوج؟ قال: لقد عقدت على زوجتي، قلت له: منذ كم؟ قال: من ثلاثة أشهر، الله أكبر، ثلاثة أشهر يريد أن يطلق الآن ولا يصبر عشر دقائق. إن شبابنا بحاجة إلى تأهيل، وإن بناتنا بحاجة إلى تأهيل، وهذه مسؤولياتنا، مسؤولياتنا جميعاً لنحمي أسرنا ولندعم الزواج وندعم الحلال، وإلا فإن العفة ستمضي، وسيتجه البنات والشباب نحو أمر لا نرضاه ولا يرضاه رب العالمين، لذلك كانت هذه الدورات دورات تأهيلية في الحياة الزوجية. كنا في الحلقات التي مضت ايها الاخوه نتكلم في امور في تقديم لمرحله الزواج، تقديمات مهمه. ما حكم الزواج؟ ما دعوه الاسلام الى الزواج؟ ما دوافع الزواج؟ ما التاهيل النفسي للمتزوجين؟ كيف تختار زوجتك؟ كيف تختارين زوجك؟ اليوم سنبدا بالامر العملي فيما يتعلق بالزواج. بعد ان تاهلت نفسيا للزواج وملكت دوافع الزواج الصحيحه. وأحسنت اختيار زوجتك بعد دراسة ومشورة ماذا ستفعل أيها الشاب؟ ما هي أول خطوة عملية؟ عنوان حلقة اليوم الخطبة الآن ما تعريف الخطبة؟ وتعريفها ودققوا في هذا التعريف لأنه مهم جدا وسينبني عليه أحكام لا بد أن يعلمها كل شاب وكل فتاة وكل والد شاب او والد فتاه او الوالده. الخطبه بالتعريف هي اظهار الرغبه في الزواج بامراه. مره ثانيه اظهار الرغبه وعليه الخطبه ليست زواجا والخطبه لا تحل حراما والخطبه لا تبيح للرجل من هذه المخطوبه شيئا الخطبه وعد بالزواج وليست زواجا وفي قوانين الاحوال الشخصيه في البلاد العربيه والاسلاميه يقولون الخطبه وقراءه الفاتحه احيانا بعض العائلات يقولون نقرا الفاتحه على نيه تيسير هذه الخطبه وتمامها الخطبه وقراءه الفاتحه وتلبيس الخاتم احيانا يعطي امه خاتم وهو ياخذ خاتم يرتديه الخطبه وقراءه الفاتحه وتلبيس الخاتم وقبول الهديه لو جاء لها بهديه واستلام الصداق لو سلموه الصداق سلموها الصداق لا تعتبر زواجا في قوانين الاحوال الشخصيه الخطبه ليست زواجا قراءه الفاتحه ليست زواجا تلبيس الخواتم ليست زواجا قبول الهديه ليست زواجا استلام المهر قبض المهر ليس زواجا الخطبه وعد بالزواج بالتالي ينتبه كل شاب هذه الفتاه المخطوبه ما زالت غريبه عنك تنتبه كل فتاه هذا الشاب الخاطب الى الان ما زال غريبا عنك هو يرغب ان يتزوجك هو يعدكم بالزواج لكن ما تزوج ابدا الزواج يحدث ويحكم له في الشرع وفي القانون عندما يقول لابيك زوجني ابنتك فيقول زوجتك قبل هذه الكلمه هو رجل غريب فقط هو يظهر رغبه بالزواج هذا امر مهم في ماده الخطبه تعريف الخطبه الخطبه اظهار الرغبه بالزواج من امراه معينه الان من تباح خطبتها من النساء هل يجوز لي ان اخطب من شئت؟ تباح خطبه نساء اذا اتصفنا بواحد من اربعه صفات. اولا ان لا تكون محرمه حرمه مؤبده. هناك نساء في الشرع محرمات عليك ان تخطبها ان تتزوجها حرمه مؤبده الى يوم القيامه. قال الله تعالى: عدوا معي حرمت عليكم امهاتكم الأم لا يجوز لك أن تخطبها، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، هؤلاء نساء محرمات مؤبدات وهم محرمات من النسب، ومثلهن سبعة من الرضاع. أيضاً أمك بالرضاع لا يجوز أن تخطبها أن تتزوجها لو أن امرأة أرضعت طفلا كبر هذا الطفل وصار رجلا لا يجوز له أن يتزوجها الأم بالرضاع والأخت بالرضاع لا يجوز أيضا أن يتزوجها لو أن شابا أو طفلا رضع من امرأة صارت بنات و... بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله نحن نتكلم في الحلقه التاسعه في الدوره التاهيليه للحياه الزوجيه عن الخطبه قلنا بان معنى الخطبه هي وعد بالزواج اظهار الرغبه بالزواج من فتاه معينه الان من تباح لك خطبتها تباح لك خطبه النساء او المراه التي فيها واحد من صفات اربعه او اجتمعت فيها الصفات الاربعه الا تكون محرمه عليك حرمه مؤبده وهي محرمات من النسب والرضاع والمصاهره اثنين: ألا تكون محرمة حرمة مؤقتة، زوجة الغير محرمة حرمة مؤقتة، أخت الزوجة وعمتها وخالتها محرمة حرمة مؤقتة، الآن المعتدة من زواج سابق، امرأة متزوجة، الآن طُلقت عليها عدة، إذا كانت حامل حتى تضع حمل لها وإذا كانت غير حامل فعدتها ثلاثة قروء، الآن هي في العدة، هل يباح لك أن تذهب إليها لتخطبها؟ هل يباح للشاب أن يتصل بها أو يرسل أمه ليقول ابني يريدك؟ أبدا، لأن هذه المرأة ما زال فيها علقة زوجية لزوجها الأول، إذا انتهت العدة لك أن تذهب إليها فتخطبها، إذا كانت معتدة لزوج سابق لا يجوز لك لا أن تصرح ولا أن تلمح. بخطبتها أيضا الزوجة الخامسة في الشرع يباح للرجل يباح ولا يجب يا أيها الإخوة يباح أن يتزوج أربعة لكن هل له أن يتزوج خامسة؟ لا هذه الخامسة محرمة حرمة مؤقتة إذا طلق واحدة من هؤلاء الأربعة له أن يأخذ هذه الخامسة ثم يشترط في المرأة حتى تخطبها أن لا تكون مخطوبة لغيرك إذا كانت مخطوبة حدث بها أو حدث بها غيرك وأعطوه طرف إشارة موافقة لا يجوز لك أن تذهب لتقول أنا عريس أفضل من ذاك العريس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة لا يخطب بعضكم على خطبة بعض ولا يبيع بعضكم على بيع بعض كذلك لا يحل لك أن تخطب محرمة بحج أو عمره يعني انسان يطوف حول الكعبة في حج او في عمرة، وهو محرم شاهد فتاة محرمة صار حول الكعبة هو ينظر في الفتيات، أيها تصلح زوجة لي؟ والله أريد أن آخذها من الحج أو من العمرة، لا يحل لك أن تخطب محرمة بحج أو عمرة، أنت بالحج ذهبت إلى الله قاصدا معظما، قصدت بيت الله الحرام، الآن أمضي حجك ودعها تمضي حجها بعد انتهاء مناسك الحج لك ان تخطبها، بعد انتهاء مناسك العمره لك ان تخطبها، لك ان ترسل امك ان تحدثها بشيء. هذه النساء اللواتي يحل لك ان تخطبها. الان ايها الاخوه موضوع مهم. اذا خطب شاب فتاه، لو قرع باب بيتي شاب وقال لي اني قادم مع امي مع ابي لاخطب ابنتكم. ودخل مع امه وابيه الدار من بابها وراى ابنتي داخل الدار ماذا يحل له الخاطب اذا دخل بيتي ماذا يحل له انت ايها الشاب اذا دخلت دارا لتخطب منها ماذا يحل لك انتبه ايتها الفتاه احفظي ماذا يحل لك وماذا يحل له حتى لا نقع في حرام الرؤيه تحل رؤية الخاطب للمخطوبة بشروط يعني لهذا الخاطب ان ينظر الى ابنتي لكن ماذا ينظر اليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقد خطب رجل من الصحابة امراة واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه خطبها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل رايتها؟ انت شاهدتها؟ قال لا انا ما شاهدتها، حدثت عنها بانها جيدة وخطبتها قال ارجع فانظر اليها فإنه احرى ان يؤدم بينكما، انظر اليها. الان كيف ينظر الخاطب؟ له امران، له ان يرسل امه او يرسل اخته او عمته او خالته او امراه يثق بها فتنظر من الفتاه ما تنظر المراه الى المراه. بعد أن تعود أمه إليه تقول يا ولدي هذه الفتاة بالمواصفات التالية التي أنت ترغبها، يقول طيب أنا أريد أن أذهب لأراها، تذهب أنت أيها الشاب فتدخل إلى دار أبيها فتراها بلباسها الشرعي، ترى منها وجهها وترى منها كفيها، والوجه فيه معيار الجمال، ثم بنيتها تظهر لك متماسكة أو غير متماسكة. اما اذا كنت تريد ان ترى لون شعرها فسل امك قل لها ما لون شعرها؟ اذا كنت تريد ان ترى اشياء اخرى او ان تعلم عن امور اخرى سل امك التي ذهبت قبل يوم او يومين. اما شاب يدخل بيتي او يدخل بيت غيري او يدخل الى اي دار ليخطب فقط ينظر منها الوجه والكفين. بعض العائلات نسمع بان الفتاه تدخل مع انها محتشمه ومحافظه على سترها لكنها اذا جاءها خاطب ربما دخلت بثياب كثياب العرس ربما دخلت حاسره عن راسها وعن ذراعيها وعن صدرها تقول انني ادعوه الى الزواج مني النظر امك تنظر منها ما تنظر المراه الى المراه اما ان تنظر الى الوجه والكفين يحل لك الكلام معها لكن بشروط انت ستجلس في هذا المجلس ابوها موجود او عمتها او خالتها او امك او امها تحدثها، قل لها ما اسمك؟ ماذا تدرسين؟ ماذا تتمنين من زوجك القادم اليك؟ انا اسمي فلان، ادرس كذا، تعلمت في المكان الكذا، احضر في المسجد الفلاني، احفظ كذا من القران الكريم، ابي يعمل كذا، انت ابوك ماذا يعمل؟ حدثها، هذا هو حديث الخطوبه. ولا يجوز لك أن تتصل بها في الهاتف في ساعة متأخرة في الليل ليت... لتقول لها والله أحببتك علقت بك علقت بي أنت خطيبتي وأنا خطيبك وما إلى ذلك، هذا الكلام محرم لأن الخطبة ليست زواجاً. عندما تتزوج قل لها ما شئت هي زوجتك، عندما تقول لأبيها زوجني ابنتك يقول زوجتك قل ما شئت. لكن قبل هذه الكلمة هي امراة غريبة. اذا اردت ان تتصل بالهاتف اتصل وكن جادا. قل انا اريد ان اعلم اين مكان عملك. في اي دائرة؟ في اي شركة؟ ما اسم المعلمة التي تعلمك؟ كن جادا في كلامك ولا يجوز لك في الشرع ان تخضعها بالقول ولا يجوز للفتاة ايضا ان تخضع بالقول امام الرجال او ان تكسر صوتها أو أن تميل لهم بكلامها أو بنظراتها، لا يجوز لك أن ترسل لها رسائل عبر الجوال بالحب والعشق والغرام، هذه امرأة غريبة ما زالت، بعد الزواج أرسل ما شئت، قبل الزواج هذا لا يحل لك. لا يجوز لك أن ترسل لها بالبلوتوس أغاني تدعوها إلى نفسك أو تدعوك هي إلى نفسها، هذه امرأة غريبة ما زالت، أنت في أي لحظة تغلق البلوتوس وتغلق الجوال وتغلق الهاتف وتمزق الرسائل وتقول لا حاجة لي لا أريد أن أخطب هذه الفتاة أو لا أريدها وتمضي كيف بك أن تمضي وقد أرسلت لها ما أرسلت وكتبت لها ما كتبت يحل لك الرؤيا بشروط والكلام بشروط والجلوس بشروط لا يجوز الخلوة ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان بينهما ما لم تكن محرما ان يذهب معها الى مطعم ان يذهب معها الى فندق ان يذهب معها الى حفلات الاعراس ان يوصلها بالليل الى حفله العرس ثم يعود بها في الساعه الثانيه عشره ليلا كيف تفعل هذا هذه ليست زوجه في اي لحظه ستتركك هي او تتركها انت يجوز لك النظر بشروط والكلام بشروط والجلوس بشروط الان نقاط سريعه لا تحل في اثناء الخطبه لا تحل الخلوه ان تختلي بها وحدكما لعل شابا يقول طيب يا اخي انا اريد ان احدثها في امور يعني تتعلق بحياتنا الخاصه ممكن تجلس انت وهي في اول هذه القاعه ويجلس اهلها في اخر هذه القاعه لكن ان يغلق عليكم الباب لا يجوز ان تسدل الستائر لا يجوز الأمر الثاني تحرم المباشرة، يعني أن تباشرها، أن تلمسها، أن تصافحها، أن تقبلها، أن تعانقها. أحيانا بعض العائلات إذا جاء الخاطب يقولون يلا بدنا نلبس الخواتم. وراقبوا معي أن الخاطب قبل كلمة زوجني ابنتك زوجتك، إذا تبادلا هذه الكلمة ستأتي معنا بعد حلقتين، هذه هي العقد. قبل الكلمة هذا شاب غريب، هو فقط قال أنا من الممكن ان اتزوج ابنتكم الان بعض العائلات بلبسوا خواتم فبيعملوا حفله وياتي الشاب بيمسك لها لهذه الفتاه بيلبسها الخاتم هذه الفتاه غريبه ما زالت عنك وربما قالوا له او قالوا لها قفي جنبه ضع يدك على راسها صوروني بالله يصوروه هذه امراه غريبه كيف تفعل هذه الفعله ماذا لو انك تركتها ومضيت ما اخبار هذه الصور مع من ستبقى؟ إلى أي مكان ستذهب؟ المباشرة لا تجوز، التقاط الصور الفوتوغرافية لا يجوز، إرسال الصور أحيانا بعض الفتيات يخطبن يقول لها الخاطب والله أرسلي لي بعض الصور الخاصة لك، انتبهي يا أيتها الفتاة الإسلام جعلك عالية جدا ورفيعة جدا وغالية جدا، بعد حين ستتزوجين وسيأخذ الصور كلها لا بأس. لكن الان انت غريبه عنه ماذا لو اخذ هذه الصور وكان شابا ليس جيدا وذهب بها الى حيث لا ترضين او ان الشاب هو يرسل لها صوره عبر الجوالات او عبر الايميلات او عبر التشات يرسلون الصور لبعضهما وكل واحد يحتفظ بصور الاخر هذا لا يجوز ما زال الشاب غريبا وما زالت الفتاه غريبه هذه أمور لا تحل، الآن هل يجوز فسخ الخطبة؟ الجواب نعم. نعم، شاب دخل إلى عائلة يريد أن يخطب، جلس مرة ومرتين، وقال أنا عازم إن شاء الله بعد شهرين أن نعقد العقد، بعد شهر قال والله أنا غيرت رأيي لا أريد، هل يجوز؟ الجواب نعم، لكن الله عز وجل سيسأله لماذا فعلت هذا؟ لكن يجوز. من هنا ننتبه كيف تفسخ الخطبه مجرد ما ذهب الشاب الى بيته ولم يعد يتصل ولم يعد يقول انا اريد هذه الفتاه انتهت الخطبه لا يوجد لا عقود ولا يوجد ترتيبات اداريه ولا ترتيبات قانونيه الخطبه خطبه ثم قال انا لا اريد لذلك امر فسخ الخطبه بسيط فانتبه ايتها الفتاه وانتبه ايها الشاب نتابع ان شاء الله حديثا مهما عن الخطبه في الحلقه القادمه من برنامج الدوره التاهيليه للحياه الزوجيه نلقاكم ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثره النسل فبادر يا الاسلام واخطب حلة الفضل وأعطى طيب مِبْسَمِهَا عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكان يضم الزوج